السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. اللهم آمين. نعم يا أخي. سمحت. نعم. كنا بنسكن جنب شريط قطر. يعني نعم. سكة حديد. طيب. فكان في العمال بتوع السكة الحديد بيطلعوا معدن حديد يعني حتت قطع كبيرة. يسرقونها. نعم. يسرقونها ولا إيه؟ لا حضرتك بيطلعوها يعني هي بتكون خلاص العمر الافتراضي بتاعها خلص. أي. فبيطلعوها يرموها جنب الطريق. أي. بيبعدوها شوية ويسيبوها. طيب. ده كتير جدا وإحنا طبعا ساكنين في المكان ما فيش عدد ناس كتير. طيب. وكان ده بتمر عليه سنين وهو مرمي. أي. ف يعني كنا بناخده نبيعه. نعم. وهو برضو كان بيفضل مرمي يا شيخ يعني هما مش بيجوا ياخدوه خالص اطلاقا يعني مش ان هما بيجوا ياخدوه فهل احنا علينا حرمانية لكده؟ والله انا سأسأل اهل السكة الحديد لماذا تفعلون ذلك؟ ان قالوا لا حاجة لنا فيه تكون حلالا لكم، ان قالوا نجمع كميات ونأتي مرة واحدة نأخذها لن يكون حلال لكم، فنسأل اهل السكة الحديد في هذا. طب معلش يا شيخ. نعم. وانا والله اتنقلت من جنب الطريق ده خالص. طيب. وانا ساكنة عند اهلي ده كان بيحصل. الحمد لله تزوجت دلوقتي ونقلت من المحافظة خالص. طيب. طب انا ايه اللي المفروض اعمله؟ المفروض هنسأل ايضا. نعم. هنسأل السكة الحديد يا جماعة. يا شيخ. انا معرفش القدر اللي انا بعته ايه ولا اعرف. الاول هنسأل. قد يقولون حلال عليكي. طيب. نسأل المسؤول عن السكة الحديد يا جماعة. الحديد الذي يستهلك وترمونه بعيدا عن القطار وتتركونه سنوات ملقى ما قولكم فيه وفي الاستفادة به؟ هم يجيبوننا وعلى إثر الإجابة نفتيك. شكرا لك. شكرا الله يكرمك.